دار شيء كلام ها؟ حبيبي ونور عيني، حبيبي ونور عيني، ولا ما قدر على بعده. لكن الغريب وحده وحده وحده. Yeah.
الهدف الأول لفريق النصر سجله اللاعب عبد الرزاق حمد الله رقم 9. Thank you.
Oh,
قبل الهيئة العامة للرياضة حظا طيبا نتمناه للجميع. النصر سجله اللاعب عبد الرزاق حمد الله رقم 9.